اما اجي اتكلم عن كل شاعر عاش او عشت انا جزء من عمري في شعره وفي حياته، يعني ما عندكش فكره بتفوت جوايا اشياء ومواقف وفكر بيغير ساعات الصوره في عينيا، يعني تمر وتحسي، يعني بتمر السنين وبحس ان مرسي جميل عزيز لسه عايش لانه شعره موجود معايا، موجود جوايا، مش مساله انا بسمعه في الراديو. عبد الرحيم منصور مشي، انا بسميه مسافره، ما بحبش اقول كلمه ماتوا لانهم ما ماتوش، طول ما الاغاني موجوده في الراديو، طول ما الاغاني موجوده في التلفزيون الفنان باقي، لانه جه عشان يقول اللي عايز يقوله ومشي، سافر وسافر. عبد الرحيم منصور ما اقول افتكر له مثلا اول قصيده حبيته فيها اللي هو فيها بيقول بسافر بسافر بهاجر بهاجر، ده تحس فيها الصعيدي اللي جاي على المدينه وبيتوه فيها وبيقفلها، واه يابا يابا عليا لا دار ولا مرسى ولا صبي. بحس ان ده هو عبد الرحيم منصور اللي سافر من الحياه رغم انه ساب بنت وساب زوجه، انما هو لا دار ولا مرسى ولا صبي في احساسي عبد الرحيم منصور هذا الانسان. اما بفتكر مرسي في ستائر النسيان نزلت بقالها زمان، بلاقي عظمة مرسي جميل عزيز اللي بيمزج بين الكلمة بالشعر العامي والشعر الفصحى العظيم. كل حد من الناس اللي عشت معاهم فترة عمل فني هو أنا، يعني مثلا المفروض إن أنا بعت له، إذا بعت لحد فيهم جواب أقول له إزيك يا أنا، لأنه عاش معايا فترة هو أنا فعلا فيها. طب لو مسكنا بقى المثلث الضلع الثالث، لا شك ان ورده كانت، سيبك من ورده حبيبتي، يعني حبيبتي دي موضوع وزوجتي دي موضوع، انما ورده اللي صوتها كنت بحبه وما زلت بحبه، يعني ورده الصوت اللي انا بحبه، لا شك انه كان من وما زال من احب الاصوات ليا ومن أقرب الأصوات فهما للي أنا عايز أقوله ومن أذكى الأصوات اللي ممكن يوصل الحاجة اللي أنا بعملها للناس. ده كله برغم الحب، يعني الحب شيء والفن شيء، يعني وردة صوت عظيم لا شك أنه أضاف في وجود بوجوده للغناء العربي أعمال، يكفي أعمال فنية الناس غنتها معاها في الشارع، من مثلا على الربابة، أنا على الربابة بغني لعبد الرحيم منصور مثلا، بمناسبة عبد الرحيم منصور، وردة أنا على الربابة بغني، وردة أحضنه الأيام لا تجري بين إيدينا سيد مرسي مثلا، وردة دندنة لعبد الوهاب محمد، وردة مثلا نمسكها في مأمون الشناوي، وردة تكون بالنسبة لمأمون الشناوي كان لحن انما ماشي حياه مستمره، انما فيها علامه تلاقي فيها مأمون الشناوي، فيها رقته. ورده حكايتي مع الزمان، ورده وحشتوني، كانت حاجات لا شك انها وصلت بصدق، كان ضلع صادق جدا في توصيل فني الى الناس.